السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. هلا حبيبي. وش رايك يا شيخ باللي يفسرون احلام؟ الله انك صادق يا غريب. قل الله امين. اللهم امين. اللهم امين. يعني بعض الناس تلمذ على تفسير الاحلام غلط يا اخي امانه، احنا ما تعرف المعارف. بعض الناس ياخذ من جاي الشاي ويجرب يفسر على كيف. لا احنا دائما زي كذا ابلش مره دام علي واحد. نعم اسمع. الحقني يا شيخ الحقني. قلت وش في احسن ما شاء الله؟ قال لي طلق زوجتي يوم العيد الفجر. عيد الفطر. ايه. قلت وراك يا ابو يوسف؟ انا عاد اعرفه. قال والله يا شيخ غصبا عني. قلت طلقته فجر العيد. قال ايش اسوي؟ وانا ما ادري ايش اسوي. قلت شلون طلقته؟ قال لي نايم غرقة النوم نايم. ايه. وحلمت اني طلقته. قلت يعني تحلم؟ قال لي والله حلم واني ضاق صدري اني حلمت اني طلقته. ايش اسوي؟ قلت سهل يا حبيبي ما دامك تحلمت انك طلقته سهل الجواب. قال ايش الجواب؟ قلت ارجع نم وراجعه. جزاك الله خير. الله يجزاك خير.